هتشوفيه مني لو بقيتي على حالك المعوش ده معايا بالتعلم. ماشي يا حكمة، لما يجي زي جابر انا هخليه يعرف شغله معك. ده لو لقيني من اساسه رايحة على فين يا حكمة؟ رايحة البيت ناسي لحد ما يجي جوزي ونحط حد للموضوع ده. ينصر دينك يا حكمة. عملت اللي كان نفسي اعمله من زمان. ادي الحريم ولا بلاش. مبروك يا حبيبي. حبيبي ابني حبيبي. ربنا ما يحرمنيش منك ابدا. الله يبارك فيك يا ماما. ربنا يخليك يا رب كده عقبال ما نفرح باولادكم انت وسلمى. يا رب حياتك يا حبيبي. حمال عزيز مبروك يا ابني. الله يبارك في حضرتك. ربنا يخليك بخير. مبروك يا بنتي. وعبها يا سعيد. يا دنا يا بنتي مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك. مبروك يا دنا. الله يبارك فيك يا حماتي. مفيش مبروك لجوز بنتك؟ لا ازاي مبروك. الله يبارك في حضرتك. خلي بالك منها. في عينيا الاثنين. في بنتي الوحيده. اه ما انا عارف حضرتك ما عندكيش غيرها هي وسعيد. يلا يا سعيد. الله يكون في عونك يا عم سعيد. يا متر. يا متر. انتوا مبسوطين يا متر. خد بالك منها. خد بالك حبيبي. الف مبروك. مبروك. باشا. ألف مبروك يا حسام. الله يبارك فيك. ازيك الباشا اخباره ايه؟ تمام الحمد لله. حياتي ليه وليه حسام الهلالي بيسلم عليه وكان نفسنا يبقى معانا والله. ربنا يخليك يا ابن الجنايه. ايه الحلاوه دي؟ انت بتذاكر من ورايا ولا ايه؟ انا بضح بقالي اسبوعين. الامتحان امتى؟ طمني. خليك الامتحان بتاعك. يلا ربنا يسهلك. يلا عقبال عقبال الناس كلها. عقبال الناس كلها. ايه مفيش حاجه غلط. عقبال الناس كلها. اديني حكيت لك يا سيد الناس بنت الدرج عملت فيا ايه. كي تستجرى وتعمل فيك كده؟ عشان غلبانة وقليلة حيلة استفردت بي وحريمك بدل ما يدافعوا عني وقفوا يتفرجوا. وقفوا يتفرجوا كلهم؟ ليلتهم كحلة الليلة دي. ما عملتش حساب لكبير ولا لصغير. وبعد ما عملت عملتها السودة دي خدت في وشها وطفش. طفشت؟ راحت لفين؟ غارت لبيت ناسها. كيف تستجرى وتعمل كده؟ ايه؟ فاكرة البيت ده ملوش كبير ولا ايه؟ بنت جليلة رباي وبينها كده هتتعب دياب اخوك. لا 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 ده هي اللي هتتعب قوي وشكلها كده لازم يتكسر لها ضلها. لا رايح فين يا سيد الناس؟ رايح لها. رايح لها بيت ناسها. بلاش بلاش بلاش. استني ده انا الليله هجيب عليها واطيها. بلاش بلاش.
بلاش يا سيدي الناس بلاش. اوعي بلاش. هيقولوا اني خبصتك عليها. انا ما حدش يعرف يخبص معاك. بلاش يا سيدي الناس، يا سيدي الناس يا بلاش. انا وانت والزمن طويل يا حكمت. جريها بنت، انت عامله زي الكرش البراني اللي كل ما نصرفوه يعاود لنا تاني. لا يا عمي ما تقولش كده. اسكت انت. جراها يا سادق، انت مهما كانت بنتي ولا يمكن نسيبوها تتبهدل خالص. دي بتتلكك، عايزه تفشكل الجوازه وتبوظ الترتيب. خلصت كلامك يا عمي؟ ويفيد بيها الكلام وانت راسك ناشفه وحجر صوان. راسي ناشفه صح، لكن في الحق عشان انا مره حره وما احبش حد يدوس لي على طرف، وهعيش حره واموت حره. وبعدين انا رجعت البيت ابوي ومحدش يقدر يمنعني مني. بيتك ومطرحك يا بنيتي. جريها يا نفيسه، ده بدل ما تعجليها. يا عمي ما احنا لازم نقف جنبها ونعززوها قدام اهل جوزها عشان يقدروها ويعملوا لها الف حساب. دي مهما كانت بنت الطراشنة. اسكت عاد، ايش فاهمك انت؟ سي سعد عايزه ايه يا زفت؟ سي جابر البطاش جه تحت ومستني حضرتك. وري انا جاي وراك. حاضر. هذه المصيبه السوداء، شفتي عمايلك يا ست حكمت؟ اتدلع وشوف عاوز ايه. ما انا خابر هو عاوز ايه. جاي يدينا كلمتين في جنابنا بسبب بنتنا اللي ما عرفناش نربيها. انا متربي احسن ربايه. وهي اللي متربيه احسن ربايه تفوت بيت جوزها من غير اذن؟ شكل هم. مالك يا محروس، فيك ايه؟ خايف، خايف عليك يا حكمت. ما تخافش، انا عارفه انا بعمل ايه. عجبك اللي عملته بنت اخوك يا صديق بيه؟ طبعا لا يا سي جابر، بس انت كمان مرتك نجيبه غلطت فيك. هي اللي مدت يدها على مرتي، طحنتها ضرب، وبعدها خدت في وشها طفشت وجات على هنا، ما عملتش اعتبار لاي حد فينا. فيدي عندك حق، بس انت خابر، ده كلام حريم لا يقدم ولا هيأخر. لا يا عمي، دي حديد صح، والحريم اللي انت بتستجل بيهم دول غير ما انت فاهم، ويا ويلك من كيدهم. ايه اللي دخلك في كلام الرجال؟ الموضوع ده يخصني وانا حاج واحده اتكلم فيه، خصوصا ان اللي هيمشي في الاخر لازم أن يكون بخاطري وعلى مزاجي. شايف؟ جايب بنت اخوك وقله ادبها؟ جابر، كونك اخد ياب جوزي ما يدكش الحق تطول علي، خصوصا ان الست مرتك هي سبب المشكله. حكمه، تلم المال واعملي لي اعتبار. انت على راسي يا عمي، لكن ما تاخذنيش، كل شيء هيمشي برضاي. وايه عادي اللي يرضيك يا حكمه هانم؟ أقعد هنا معززة مكرمة في بيت ناسي لحد ما دياب يعود من السفر ويشوف لنا حل في الموضوع ده. يعني أنت بدك تشعلليها؟ لا، أنا بدي أرسى بيناتنا حدود عشان محدش يخطيها. ليه؟ كلام إيه وحديد إيه الماسخ ده؟ شوف يا جابر، نجيبة مرتك عايشة متبخددة وكبسة على نفس باقي حريمك ومستجوية عليهم، اكمنها جابت لك الواد. وانت ايه اللي خششك بناتك؟ هي اللي خششتني لما حاولت تكتمني زيه، كانت فاكرة اني هنخ وطاطي، لكن لا، انا مرة حرة ومحدش يتحكم فيا غير برضاي. وان قلتلك هتاجي معايا دلوقت حتى لو غصبانية. ده ممكن يحصل يا جابر، لكن في حالة واحدة بس، لو قتلتني واخدتني جثة. يابا يابا اصحى يابا، انا طاهر. اصحى طاهر. ازيك يا حبيبي؟ وحشني قوي. انت كمان وحشتني قوي يابا. طمني عليك، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا ابني، كل اللي يجيبه ربنا كويس. ربنا يخليك لينا يابا ويطول لنا في عمرك. يلا حسن الختام يا ابني. ما تقولش كده، ما تزعلنيش منك، ربنا يجعل يومي قبل يومك. هات الشر عليك يا ابني، ربنا يبارك فيك ويخليك لمراتك ولولادك وتفرح بشبابك. تعيش يابا. قولي يا ابني، انت جيت امتى؟ لسه واصل،
قلت اجي اشقر عليك الاول قبل حق. بص بدر، جبت لك معايا الموزه بنقطه اللي انت بتحبه، عايزك بقى تخلص لي الكيس ده كله. خليهم يا ابني لمراتك ولولادك. اجمالي عملت حسابي، جبت لهم معايا بجنيه بطاطا مشويه. ايه كتر خيرك يا ابني، ربنا ما يحرمني منك ابدا يا ابني. ولا يحرمني منك يابا. ده كفايه انك انت يا ابني مش مخليني محتاج حاجه ابدا. ما تقولش كده، هو انا انسى؟ ده احنا كنا عيال صغيرين لما امي ماتت وانت مرضتش تتجوز عشان ما تجيب لناش مرات اب تقرفنا في عيشتني، وكان نفسك تعمل لنا كل حاجه، بس انت كنت كحيان اياميها وما كانش حيلتك اللضة، وكنت دايما تقول لي يا طاهر يا ابني العين بصيره والايد قصيره. كان غصب عني يا ابني. انت هتعيط وتقلبها لي مناحي، ماني عارف انه كان غصب عنك، عارف ومقدر كمان، ربنا يخليك لي يا حاج. ما تخافش، ده أنا هقشر لك موزتين عشان تزلطهم على بق واحد. مبروك يا حسام. الله يبارك فيك يا فندم، الله يبارك سعادتك. انسى الشغل دلوقتي بقى واتبسط. حاضر. مبروك يا عروسه. الله يبارك فيك. كلميني اول ما توصلي. يلا بالسلامه يا بنتي. خد بالك من الكوشه. يلا يا سعيد. حاضر. مش فاهم والله. تروحوا ترجعوا لنا بألف سلامة يا نورعين. خلي بالك مني يا سلمى. ها؟ عايزاكوا بقى تقضوا كده هنيمون حلو وتنبسطوا، المكان هناك يجنن. خليكي في حالك انت يا اختي ملكي. ماشي. سبقتونا وجربت. بقول لكم ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا عم انت هتتخض من اولها ولا ايه؟ انا حجزت لكم في نفس الاوتيل وفي نفس الاوضه. نفس الاوتيل ماشي، نفس الاوضه. لا تاخد مراتك وتروحوا انتوا نفس الاوضه. يلا كده برضه. بقى من نفسك يا عريس. بقول لك ايه؟ لا مؤاخذه يا جماعه، تعالى. محمد امك ها مواعيد الادويه ولا كلمك افكرك؟ خلاص احسن ما تكلمش. ورحمه ابوك ما فيهاش اهمال. خلاص تمام. بقول لك ايه يا حبيبي، هو انت بعد حده الفرح بتاعت النهارده هتعمل ايه؟ هو انت هتفضل رزق طول عمرك كده؟ انت مالك اعمل ايه؟ اعتبرها ماموريه يا باشا. يبقى ماموريه سعيده. يلا يا باشا. مبروك. يلا ولا ايه؟ يلا مش هنفضل واقفين في الزحمه دي. يلا سلام على سلام محمد. عقبال عندكم جميعا، عقبال عندكم جميعا. مش عايز تحيي سياده اللواء؟ تحياتي بقى لسياده اللواء، وقولي له ان انا بشكره جدا جدا على 10 ايام اياهم دول. السلام عليكم. باي. سي جابر عاود ليله امبارح من غير ما يجيب حكمه معاه. واه؟ لكنه الموضوع كبير قوي عاد. وهو الكبير علم بالموضوع؟ والله ماني عارفه. ربنا يسترها. شفت عاد يا سيدي الناس؟ عشان لما اقول لك البت حكمة دي هتتعب دياب اخوك تبقى تصدقني، اهي ما رضتش تعاود معاك. والله ما انا خابر اقول ايه للكبير لما يعاود من مصر، وكل ده بسببك انت يا وش المصايب. ما هي ضربتني برضه. ما هو من طولة لسانك وقلة ادبك. اكده برضك يا سيد جابر. يا ولي افهمي افهمي، حكمة دي لا هي فتحية ولا اعتدال ولا حتى عنايات لبت خشت مدارس ومتعلمه، بت مدارس يعني وشها مكشوف. يعني بتنصرها علي؟ انا بس بفهمك انها ما ناوياش تعدي الموضوع ده على خير. ربنا يستر لما يعاود الكبير من مصر ودياب من غربته. باي عليك ضربه تيجي في معاميعك. اشتقنا لك. الحمد لله على السلامة. الله يسلم. اوكي. يلا بينا. يلا. يا هلا بدياب. كرواتيا منورة. كرواتيا منورة بنسها وبنورك يا مستر الألبير. لو مشتاق لنور مستر الألبير ما كنت خبتها لغيبي كلها. صح. طمني اخبار الشغل شو؟ قبل اخبار الكبير والدك شو؟ الكبير بسلم عليك قوي، بقول لك الموسم هيبتدي ولازم نكونوا جاهزين لكل الطلبيات. المبلغ تحول من حسابهم لحسابنا، والبضاعه رح تتسلم بالمحل والوقت اللي اتفقنا عليه. ف
فإذا تابع الترتيبات مع دياب. دياب أنا عندي موعد مسبق فبعتذر، إنما على العشاء رح نكون سوا بنحكي برواق عن والدك وعن كل شيء. Take your time مستر أربير. توحشتك قوي. اشتقت لي كثير عشان هيك غبت كل هالغيبة. سي طاهر الأيام نامت يا طاهر والله وابوك كمان نام طب بتصحيهم ايه لا بس يا راجل لاني ما صدقت انه بناموا عشان يروق لنا الجو ونبقى براحتنا يا سلام الله يسد نفسك يا بعيده ايه اللبس اللي انت لابساه ده ماله لبسي يا سي طاهر ماله لبسي يا سي طاهر في واحده جوزها يبقى مسافر بقاله اكتر من شهر ولما يرجع تلبس له الجلابيه دي وعليها الاشارب ده ويبقى ريحتها طبيخ منتن المهم الحشو يا سي طاهر الحشو طب كلميني على حاجة ما نعرفهاش خدي خدي يا ولي إزازة الريحة دي بدل اللي انت بعتيه حاضر يا سبعي الله روشي نفسك كده روشي نفسك أنا عايزك تتصلي بالمطافي وتقول لهم ييجوا كمان ساعتين وانا أقولك ثلاث ساعات لا كف الله الشر أصل المرتبة دي هتولع النهاردة أصلاني هعمل زلزال في البلد كله وحوقع البيوت اللي حوالينا كده لو قلت لي الجواز حلو ولا وحش ولا مش عايزه تطمنيني انت بصراحه قلقانه يا حسام وقاعده بفكر انت بتتكلمي بجد يا سلمى قلقانه من ايه يعني خايفه من روتين ما بعد الجواز روتين ما بعد الجواز يعني ايه روتين ما بعد الجواز كل البنات اللي اتجوزوا بيقولوا انه الجواز شهر العسل وبس وبعد كده كله ملل وروتين كله ملل وروتين يا سلام الكلام ده مش معايا يا ماما ها انت معاكي حسام انا شخصيا شخص متغير احب التغيير واموت فيه زي عينيا يا سلام بتحب التغيير انت بعد شويه تيجي تقولي انا بحب واحده تانية وعايزه اتجوزها شفت انت سيئه الناس ازاي شفت انت سيئه الناس ازاي انا اقصد التغيير يعني هتلاقيني بفاجئ يوم هقول لك يلا سلمى حضري الشنطه هنسافر دلوقتي يوم هقول لك البيت بقى ده متقيل يلا نغير البيت يوم هقول لك يلا نعمل اي حاجه المهم مش هيجي لك لا زهق ولا ملل ولا روتين ولا الكلام الفاضي ده كله المهم انت بقى ما تقعيش في الاخطاء اللي بتقع فيها البنات الثانيه اللي اول ما تتجوز ها اللي هي ايه بقى ان شاء الله البنت من دول تبقى هتموت على الجواز اول ما ربنا يكرمها براجل تبتدي تتنمرط بقى اول ما ربنا يكرمها وتخلف تنسى جوزها ده خالص اكنه جدي قاعد في البيت كل الوقت لولادها طب بس ده طبيعي يا حسين يا سلام لا طبعا مش طبيعي الست العاقله هي اللي تقسم وقتها ما بين جوزها وبين ولادها الراجل مننا برضه سلمى يحب يتدلع يتشخلع يتقال له كلمه حلوه صح ولا غلط ايوه بس انتوا برضه لازم تعرفوا ان الولاد بياخدوا من وقتها ومجهودها كتير انا شخصيا حغير حتى من ولادي خلاص يبقى بلاش ولاد من اساسه استغفر الله العظيم ما تقوليش كده لحسن ربنا يحرمنا من النعمه دي ده انا هموت مستني اليوم اللي تيجي فيه سلمى صغنونه كده اقعد العب بيها شفت بقى اديك قلتها انت هتقعد تلعب مع سلمى الصغيره وهتسيب سلمى الكبيره لوحدها انا هقعد العب مع سلمى الصغيره واسيب سلمى الكبيره طب ايه رايك بقى ان انا عايز العب مع سلمى الكبيره دلوقتي ايه اللي يحصل في ايه وانا جاي من جامعه الدول العربيه عايز العب مع سلمى الكبيره دلوقتي قوم يلا قوم يلا تعالى هزعق يا جماعه انا هلعب مع سلمى شو عجبتك ولا لا ما قلت لك انا صفقه لك يعني لك عجبتيني انت بميت راجل ايه انا ميت رجال خرب ذوقك لا انا ست الستات بعدين حبيبي بزنس از بزنس بما انه انت كوريكت معي لهلا بتعطيني حق بعطيك حقك حقك محفوظ وزياده هبابه هبابه شو يعني هبابه
اشرحها كيف داي هبابي يعني عنديني زيادة حبتين. زيادة حبتين؟ ايه حبيبي. ايه انا كتير بحب الهبابة. تعرفي لو ما عديش شغل في مصر كنت ما سبتكيش واصل. يا محتال رح اشتاق لك، ما تعمل مثل هالمرة وتغيب عني كتير. بقول لك ايه، ما تيجي حدايا لمصر حطك في عيني التنين. ايه هو العينين اللي عندك لقلي اصلا. ومش رح روح على مصر. ليه؟ علشان تشتاق لي اكتر. صح صح الصبح. كيف يا ابوي؟ كيف يا ابوي تهون عليك حكمة تهمل البيت وانا في غربتي بين الحياة والموت؟ ما انا حكيت لك اللي حصل يا ولدي وقلت لك انها هملت البيت ومحدش فينا كان هني واصل. استهدى بالله يا دياب، استهدى بالله ولد ابوي، واللي اتكسر يتصلح. انت بالذات ما تتحددش معايا دلوك، لحسن العفاريت كلها بتبدا تطفو وشي. عيب يا دياب لما تحدد اخوك الكبير كده. وعاوزني حددته كيف يا ابوي وهو السبب في اللي حصل؟ انا دياب؟ ايوه انت. لو كانت مراتك نجيبها عاملة لك حساب ولا حتى قيمة بين الخلق ما كانش اتعركت معاك ما تخلتها تأمن البيت في الخاش مكان. واه انتوا التنين حتتعركوا مع بعض قدامي ولا ايه؟ بالإذن يا ابوي. على فين يا ولدي؟ رايح اجيب مرتي. استنى هنا، جابر اخوك ومرته نجيبة حياجوا معاك، انتوا مهما كان خوات والدم عمره ما يبقى مية. عمرك يا ابوي، عمرك كبير. نجيبة انت من؟ تعالي. جابر انا. خلصي جاية. نعم يا سيد جابر. تلبس خلقاتك هنطلع البيت الطراشنة صالح بيتهم حب على راسها كمان. ايوه يا سيد جابر بس ما بسش يا كده. تلم خلقاتك وتطلع البيت ابوك لحد ما ورقتك توصل لك. هي حصلت؟ حصلت ونص وثلاث اربع. الكلام اللي قوله اتنفذ من سكات. فهمان يا بنت علام ولا فاهمك؟ اوامرك يا سيد الناس. مبسوطة قوي؟ مش حل لو ما بقلناش اسبوع متجوزين يا سلمى؟ اسبوع بالنسبة لك فاتوا كانهم اسبوع؟ اه. انا بقى بالنسبة لي كانوا يوم. ايه رأيك بقى؟ شفت انا احسن منك ازاي؟ اه بتكسفيني. طب ايه رأيك بقى ان انا فاتوا عليا كانهم ثواني؟ اشمعنى؟ ساعتي واقفة. ساعتك واقفة يا حسين؟ سلمى. ماشي. ايه يا حبيبتي؟ سلمى. ساعتك واقفة؟ سلمى ما ينفعش كده، الناس بتبص لي. سلمى. يا سلمى ما تجرنيش وراك لما صح. سلمى. يا سلمى. سوري. سلمى ماي وايف، ني وايف. مي وايف شي لفت مي اندران وزا بسكليتا. سلمى يا دي النور يا دي الهني، شقتنا البركه، نورتوا البيت يا اعز نسمة. الحمد لله على السلامه يا سيدي. الله يسلمك يا حكمت. كده برضك تعمل بيتك وانا غايب؟ طب اعمل حساب الغربتي بتناسي اولويه لغايه ما ترجع ونتحدد. بتجوزك بقبيتك مالكيش غيره. ايوه بس فيه ناس شايفين ان هم احق مني بالبيت دي. اسمعي يا بنت الناس، ده انت مرتي وست البيت كله، واللي ما يعجبهو شيء الباب يفوت جمل. هاي نجيب رايك ايه في الكلام دي؟ رايي؟ لا الراي راي سيد جابر، انا ما تعودتش اكسر له كلمه. يعني موافقة نبقوا حبايب ولا لسه ناوية على الشر؟ لا يا اختي احنا حبايب. ده انت فهمتيني غلط. يا ريت اكون فهمانة غلط وظني ما يكونش في محله. خلاص عادي يا حكمت، المسامح كريم يا بنتي، واحنا برضك اهلي. وبرضك مديتهم لحد هنا تسوى كتير قوي يا حكمت. نديبة حب على راس حكمت، هم امال
امي لازم تصطفوا مع بعضكم. خلاص صفيانا من غير ما تحب وجيتكم على راسنا من فوق، احنا ناس بنفهم في الوصول. يعني هترجعي على بيت جوزك؟ بقول خدامه تحت رجليه كمان طالما شاريني وباقي علي. ده انت تتحطي في العين وعلى الراس كمان. ربنا يديم المعروف يا اولاد. وعشان دوام المعروف يا صادق بيه والقلوب تصفى، انا عاوزك تدي حكمه حقها في ورث ابوها. يا من احنا ومن مال ومن ديار؟ ما الحكمه يبقى مالي، واللي يتعدى عليه يبقى بيتعدى علي، وده ما قبلهوش خالص. ياب نتكلموا في الموضوع ده بعدين. براحتك يا صادق بيه، بس لازم تعرف انا ما تعودتش افرط في حقي خالص ولا في حق مرتي. حكمه قومي لمي خلقاتك عشان نروح البيت. امرك يا سيدياب. ربنا يخليك لي يا سيد الرجال وما يحرمنيش من شدتك وقوتك في الحق. انا قلت لك لو ليكي حق فخر الدنيا حجبهولك. الهي ما يحرمني منك واصل، بس انا لي عندك طلب كمان. امري. اخويا محروس عايزاك تحادي عليه وتعلم الشغل معاكم. ومش الشغل دي اللي قلتلي عليه خطر ما عاوزانيش اشتغل واصل؟ انت قلتلي انك كبير ولا ممكن تتضر فيه واصل، عاوزه محروس يكبر واسطيكم. اطمني يا ستي، من الليله دي بيجي محروس اخويا الصغير غيره. الا بقول لي انت هتسهر مع الرجاله الليله ولا هتاجي بدري؟ لو ما عاوزانيش اطلع واصل ما اطلع شيء. لا اطلع لهم شوي على ما اجهز نفسي يا عريس. ايوه كده يا عروسة. بقول ايه؟ هاتي حب سيدياب. انا بستحي. يا سلام يا بنتي يا نجاة، لو ابوك يديني فدان ارض من اللي عنده. هتجندل بيه ايه؟ كنت هعمله مزرعه فراخ ما حصلتش. روح اتردم، ده انت الدهب في يدك بيبقى تراب. اباي انا؟ ايوه انت اللي ما فلحت في شغلانه من ساعه ما اتجوزتك، وكل مشروع تعمله تخرب وتقعد على تله. يا مره يا مره، بس انت كلم ابوكي وقولي له يديني فدان ارض وسيب الباقي عليا، وانا هخليكي تلعبي بالفلوس لعب. لو انا كنت استاجرة ده كان يقطع رقبتي قطيح. ما هو عارفك فاشل من يومك يا دكتور البهايم. زكي نام يا زكي، نامت عليك حيطة. طب يا اختي نامي نامي زكي جالوس طيلم. انت هتنام ولا ايه يا راجل؟ شايفاني تعبان طول النهار في المنحل بتاعي. مينوبك مني اللي تجريس طول النهار؟ اديك انت قلتيها. ها وكل ده ليه؟ لأن ما حلتيه شيء. بهلك يا بنتي اعتماد، لو ابوك يسلفني القرشينات كنت عملتيه، كنت صدرت العسل كله للولاد بره. يا اخويا صدروا الجوه الاول. يا مره قولي لابوكي بيحبك وما يرفضلكيش طلب. اقول له يا جندلي قولي له يسلفني القرشينات او حتى يشاركني، اهو يبقى سيدنا في دقيقنا. انت عارف ان ابويا ما بيحبش الشراكه وما يحبش يشتغل حاجه ما يفهمش فيها. خلي زيتك ودقيقك لحالك يا شديد. ده طب اتغمدي قدك الهم. مش هتقعد معايا شويه؟ لا ما قعدتش، اقعد انت لحالك. تصبح على خير يا ست هانم. تصبح صاحي يا شديد. ولاد اقول لك ايه، كبسي لي ظهري، اعملي لي اللي هيقولوا عليه المساج ده. مساج ايه؟ هو انا في حل يا فرج؟ ده انا مهدوده طول النهار من الطبيخ وتنظيف البيت. يعني انا اللي كنت بلعب ماني طفحان الدم من صباحيه ربنا. ايوه بتلعب، مش انت برضو ندرس العاب؟ يبقى بتلعب يا فرج، ويا ريتك بتكفي بيتك. طب عايزاني اعمل ايه يعني وانا مدرس العاب وما عنديش غير ماهيتي اللي باخدها من الحكومه؟ تدي دروس خصوصيه زي بقيه المدرسين ما بيعملوا. دروس خصوصيه ايه يا مقبوله انت؟ هو في مدرس العاب بيدي دروس خصوصيه؟ انت كيف يعني؟ اقول لك تعمل للعيال امتحان صعب ما يعرفوش يحلوه، تقوم انت مديهم درجات زي الزفت اخر الشهر
وتنكد عليهم هم واللي جابوه. طب وبعدين يا فلحه؟ ولا قبلي هيجوا جري عليك ويقولوا لك والنبي يا استاذ عاوزين ناخد عندك درس خصوصي عشان تديهم درجات حلوه. ايه رايك في الفكره دي عاد؟ فكره جهنميه. يا سلام عليك يا وداد، يا ريتها كانت خلفت منك 10. بقول لك ايه، نامي نامي تصبح على خير وسيبينا. نام نامي نام نام يا حزني. ايام الكليه بقى كانوا ركبونا من غير سرج ومن غير سرعه، يا ما طلب الدغدغه صف الضابط يقول لك اركب. هتعملي ايه؟ لازم تركب. ماشي يا زهر، هو ده اللي علمنا ركوب الخيل. ايه ده؟ مين الرزق اللي بيكلمني دلوقتي؟ بسرعه حبيبتي لازم ارد. الو يا طاهر، ايه الاخبار؟ طمني. انا عرفت ميعاد ومكان العمليه الجديده. خلصني. المكان عند البحر الاحمر على الحدود مع السودان. والميعاد امتى؟ يوم الثلاث الفجر. طيب ابقى اكلمك تاني عشان اعرف كل التفاصيل. ها الله كريم. سلام سلمى، عندي ليكي خبر بايخ. احنا لازم ننزل مصر دلوقتي حالا. ايه احنا في ايه اللي حصل؟ معلش عندي ماموريه مهمه جدا، لازم ابقى موجود في مصر الليله دي. بس احنا ما كملناش اسبوع. ليكي عندي اول ما تخلص الماموريه نرجع نقعد اسبوع اتنين شهر اتنين زي ما انت عايزه. زعلانه صح؟ خالص. اوامرك يا سياده الرائد، هنعمل ايه يعني؟ ما هو شغل. انا عملت اتصالات بقوات الجيش وحرس الحدود عشان يساعدوكوا في الماموريه، واظن كل واحد فيكم عارف هيعمل ايه بالظبط. ان شاء الله يا فندم باذن الله. اهم حاجه عندي السريه في تنفيذ العمليه والقبض على المهربين وهم متلبسين، مفهوم؟ تمام يا فندم. اي اسئله تانية؟ ما اعتقدش يا فندم. تمام ان شاء الله. اتفضلوا وربنا يوفقكم. استنى انت يا حسام، عايزك. اتفضلوا. واحنا يعني ولاد البطه السوداء، مدرسه بتقول ايه؟ اشمعنى يعني سياده الله عايز حسام على انفراد؟ ولا هو مفيش غيره على الحجر؟ وانت مالك يا عشري؟ ما تبص في طبقك مش طبق غيرك. طبقي؟ هو ده بيكفيه طبق؟ ده مكوش على الحله بحلقه ومش سايب لنا غير الفتافيت. يا ساتر يا رب، ده انت نفسيتك زباله. يا ابني حسام ده اكتر واحد بيتعب في الاداره دي، وما شاء الله سجل ابيض وزي الفل من ساعه ما اتخرج. وبعدين قلبه جامد وما بيخافش، وده اللي منجحه ومخلي كل الظباط نفسهم يبقوا زيه. الا انا مش عايز ابقى زيه. حتى لو عوزت والله ما هتبقى ربعه. اوعى. انا فرحان قوي يا حكمه اني هشتغل مع دياب ويبقى ليا قيمه وسط الخلق. ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك واصل. انت بتقول ايه يا حبيبي؟ ده انت اخويا والدم وابويا واللي عايزاه يبقى احسن واحد في الدنيا دي كلها. عارفه يا حكمه، من ساعه ما قلت لي ان دياب وافق يشغلني معاه، عارفه انا حسيت بايه؟ حسيت بايه يا محروس؟ حسيت اني اتبدلت، ما بقتش محروس بتاع زمان، وان قلبي قوي والخوف ما بكيش ليه مكان جوايا. خلاص جه الوقت اللي هفك فيه القيد اللي مقيدني بيه صادق بيه. للدرجه دي يا محروس؟ واكتر يا حكمت، واكتر. صادق بيه ما هيبقالهوش كلمه علينا من بعد النهارده، ولا هيتحكم فينا تاني وصل. انا مش مصدقه وداني. انت يطلع منك كل دي؟ لا صدق يا حكمت، صدقي. ولازم انا وانتي ودياب نبقوا يد واحده لحد ما نرجع ورث ابونا اللي نهبه منينا صادق بيه. صح يا محروس، واللي اتاخد بالقوه لازم برضك يرجع بالقوه، واحنا قوتنا فينا طول ما قلوبنا على بعضينا. بس انا ليه عندك طلب. اطلبي. عاوزاك تطور رقبتي عند دياب وتعمل كل اللي يقول لك عليه. طمني يا حكمت، طمني. دياب ده مش جوز اختي وبس، لا ده في مقام اخويا الكبير كمان، وربنا وحده اللي يعرف محبته قد ايه في قلبي. وهو كمان بيحبك وبيخاف عليك قوي قوي وبيعتبرك زي اخوه صغير. ربنا يديم المعروف بيننا وما يبعدناش عن بعض واصل. يا رب يا محروس. شفت يا محروس ازاي بندخل البضاعة؟ شفت. واوعدك يا دياب اني هتعلم ان شاء الله. اخويا جابر. لك يا سي جابر. لك يا محروس، كيفك؟ الحمد لله. شو
بعاد يا دياب تاجي وتستلم البضاعة بذات نفسك. بدي تفرج محروس على الشغل وبيجي واحد منينا. بلك انت دياب ده ما يعرفش يعمل حاجة واصل. لا يعرف يستلم ولا يخزن. كتيره يعرف يتفق مع الخواجات وبس. وبعدين يروح ياكل حمام وينام. جابر ده ملك الدخين والتخزين والتشوين كمان. والتوزيع ولا نسيت اياك؟ لا ما نسيت شيء. امو يا رجاله قوام قوام. هزعل عليك قوي يا عم. هتعزم ايه؟ لا يا باشا خد الزبون. دياب يلا 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 دياب.